التحليلية من الميادين بكين تقول إن زمن تقرير مجموعة صغيرة مصير العالم انتهى. الصين ترد على قرار مجموعة السبع مواجهة نفوذها، فهل باتت المواجهة مباشرة بينها وبين الغرب؟ الاحتلال يحاول العودة إلى ما قبل معركة سيف القدس ويواصل استفزازاته. من سرايا القدس وفصائل المقاومة إلى منظمة التحرير، القرار واحد بالتصدي والمواجهة. الأزمات المتفاقمة في تونس تدفع المواطنين إلى الشارع احتجاجا. تردي الأوضاع الاقتصادية يستهدف معيشة التونسيين، والصراع السياسي يعمق الأزمة. وفي قضية اليوم، نفط سوريا الممنوع على الحكومة مسموح لقسد التصرف به. ثروات دول المنطقة من اليمن إلى العراق إلى ليبيا في عين الأطماع الغربية، بأي حق؟ في اجتماع قادة دول مجموعة السبع تم التطرق إلى الصين، وفي النقاشات كلام عن توحيد الجهود لمواجهة نمو نفوذ بكين، والسبب أنها تعرض إنتاجها بأسعار أقل، وكما زعموا لعدم احترامها حقوق الإنسان، ولأن الصين تعلم حقيقة الأهداف الغربية كان لها رد وفيه إن الزمن الذي تقرر فيه مجموعة صغيرة مصير العالم انتهى. ولت منذ زمن بعيد الأيام التي تقرر فيها مجموعة صغيرة من الدول مصير العالم. الموقف لبكين ترد فيه على مجموعة السبع للدول الأكثر ثراء التي انتهزت قمتها لتواصل إثارة الاتهامات ضد الصين، وحاولت اتخاذ موقف موحد في مواجهتها. أراد قادة الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان استخدام تجمعهم في منتجع خليج كاربس الإنجليزي ليظهروا للعالم أن أغنى الديمقراطيات يمكن أن تقدم بديلاً لنفوذ الصين فقط بسبب ازدهارها الاقتصادي المتنامي. لكن الجواب على هذه الرسائل جاء من الأراضي الإنجليزية نفسها. المتحدث باسم السفارة الصينية في لندن أعرب عن اعتقاده بأن الدول سواء كانت كبيرة أم صغيرة، قوية أم ضعيفة، غنية أم فقيرة، هي متساوية، وأن شؤون العالم ينبغي أن تدار عبر التشاور بين جميع الدول. الصين تضيف حروفا جديدة إلى كتاب سياستها الخارجية لناحية الشكل أولا، بالرد عبر متحدث باسم سفارتها في لندن، وفي المضمون ثانيا بأن اتخاذ القرارات الدولية من دون التشاور معها لم يعد ممكنا. خلال اللقاء الأول بعد الرئيس ترامب، حاول جو بايدن أن يقول إن الولايات المتحدة وحلفائها يعتمدون قواعد اللعبة نفسها ليحصل على مصادقة الرئيس الفرنسي الذي أكد أن الولايات المتحدة عادت. هذا الالتزام بالتعاون هو المفتاح لاستراتيجية الرئيس الذي يحاول قيادة بلاده لمواجهة نمو الصين بعد 4 سنوات مضطربة من حكم ترامب. بوجودهم في مكان واحد للمرة الأولى منذ عامين، سعى قادة مجموعة السبع للتوصل إلى موقف موحد من الصين، لكن من دون النجاح في تحديد بديل لها ولقوة اقتصادها، لأن محاولات اللحاق بها باتت مستحيلة. مراسل الميادين موسى سرور، بداية سأسألك، يعني هل هناك من إجماع في هذه القمة لدى الدول السبع تجاه الصين؟ هل هي شريك، منافس، أو حتى أخطر من ذلك؟ يمكن القول أن هذه القمة هي قمة التباينات والخلافات في مقاربة الصعود الصيني. هناك تسريبات في الصحف البريطانية خارجة عن بعض المسؤولين الأمريكيين بأن كان هناك نوع من التأييد البريطاني والكندي والفرنسي للموقف الأمريكي في مواجهة الصين، ولكن في نفس الوقت كان هناك تردد إيطالي وألماني وحتى من دول الاتحاد الأوروبي لهذا التوجه الجديد للولايات المتحدة الأمريكية.
أعتقد أن يعني حتى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كانت قد تحدثت وأشارت مرارا إلى أن الصين هي شريك ومنافس، وبالتالي هذا يشي بوضوح إلى أن هناك علاقات اقتصادية باتت بين الدول الأوروبية والصين، وبالتالي مسألة المواجهة مع الصين لا يبدو أنها في مصلحة الأوروبيين. أيضا إذا أخذنا في عين الاعتبار الخلافات القائمة التي لم يزلها حتى الآن الرئيس الأمريكي جو بايدن، هذا الإرث ترامب في فرض الرسوم على الحديد والألمنيوم، فضلا عن حروب التجارية ضد ألمانيا تحديدا فيما يتعلق بالسيارات. هذا بالتأكيد يشي بوضوح إلى أن الدول الأوروبية مخالفة لموضوع التوجه الأمريكي في مواجهة الصين. اسمح لي أن أذهب إلى ناصر اللحام، محلل الميادين للشؤون الفلسطينية والأقليمية. ناصر، من الواضح من كلام موسى بأن هناك تباينات واضحة لدى الدول السبع تجاه الصين، وعندما تقول الصين أن زمن الذي تقرر فيه مجموعة صغيرة مصير العالم قد انتهى، كيف يمكن أن نقرأ هذا الموقف الصيني الجديد؟ لنرى إذا كان هذا مجرد قول أو أنه على الأرض. سياسيا اليوم لا تشكل الولايات المتحدة الأمريكية قاسما مشتركا حتى مع حلفائها وأصدقائها، غدرت بهم، خذي فرنسا مثالا في تظاهرات النبيذ وفي غيرها غدرت بهم في كل المجالات. سياسيا أمريكا لا تشكل قاسم مشترك. اقتصاديا هناك قوة عظمى لمصلحة العالم أن يتعامل معها وأن لا يبقى حبيسا بيد الولايات المتحدة الأمريكية، على رأسها إيران، فيما لو رفعت العقوبات سنشاهد شركات من كل العالم تتجه إليها. ثم تكنولوجيا لم تعد أمريكا تحتكر التكنولوجيا لا في الروبوتات ولا ما بعد النانو. أيضا الديمقراطية، إسرائيل حسمت نفسها لصالح الاحتلال وهي منبوذة ملعونة في كل المحافل الدولية وليست أفضل مكانا للسكن. لو سألت الشبان في أوروبا والغرب مثلا أين تسكن، أعتقد أن سكان أمريكا يرغبون في أوروبا أو في الجزر هناك الكاريبي أفضل من الحياة عندهم، لأنه حياة انصياع كامل للرأسمالية. أعود مجددا إليك موسى سرور، أقصى ما يمكن أن تتوصل إليه الدول السبع تجاه الصين ما هو؟ يعني يحاول الرئيس الأمريكي مقاربة هذه يعني احتواء الصين اقتصاديا، على اعتبار أن النمو الاقتصادي الصيني كبير جدا، وبالتالي يحاول أن يستفيد من هذا التجمع لمقارعة الصين في هذا المجال. ولكن يبدو أن الصين قطعت أشواطا فيما يتعلق على سبيل المثال بطريق الحزام أو طريق الحرير والحزام الصيني. على سبيل المثال الصين اشترت مرفأ بيرانوس في اليونان، وهناك مفاوضات بحسب صحيفة الفاينانشال تايمز للاستثمار في ميناء هامبورغ الألماني. وبالتالي يعني إذا نظرنا إلى الجانب الاقتصادي والتجاري، يبدو أن الصين متفوقة إلى حد ما في موضوع الاستراتيجيتها منذ سنوات في موضوع يعني فتح الطريق التجاري إلى الصين. المسألة الأخرى المسألة العسكرية، التمدد العسكري، هناك قناعة في الدوائر الغربية بأن الصين قادمة إلينا، وهذا صدر عن كثير من المسؤولين، بمعنى أن الصين تمد نفوذها إلى أفريقيا. هناك يعني إشارات بأن الصين تنوي بناء قاعدة عسكرية في غرب أفريقيا، أيضا في مجال السبراني، وأيضا في مجال يعني في منطقة القطب الشمالي. وبالتالي الولايات المتحدة متأخرة في هذه المجالات، ويريد الرئيس الأمريكي غدا من خلال قمة الناتو أن يوجه بحسب بعض التسريبات تحذيرا إلى أن الصين باتت تشكل تهديدا أمنيا للولايات المتحدة الأمريكية ولدول وللحلفاء أمريكا. وبالتالي هذا الأمر يبدو أنه يستعصي على الرئيس الأمريكي إقناع حلفائه في مسألة المواجهة مع الصين لاعتبارات استراتيجية ولاعتبارات اقتصادية. استفزازات المستوطنين في القدس تتجدد، والشرطة الإسرائيلية تواصل اعتداءاتها في حق الفلسطينيين، والمقاومة الفلسطينية تحذر، فهل يحاول الاحتلال العودة إلى ما قبل سيف القدس؟ حسين السيد. مجددا يخرج المستوطنون المتطرفون إلى شوارع القدس المحتلة
في جولات استفزازية جديدة للفلسطينيين. أكثر من 50 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة وفق دائرة الأوقاف الإسلامية في المدينة. على بعد كيلومترات من رقصات المستوطنين في المدينة تركت فتاة فلسطينية ممددة على الأرض بعدما أطلقت الشرطة الإسرائيلية النار عليها عند حاجز قلندية بزعم أنها كانت تحمل سكينا. مشهد يبدو مصغرا أمام ما يحذر منه أطراف فلسطينيون وحتى إسرائيليون بعد السماح للمستوطنين بإقامة ما يسمى مسيرة الأعلام وسط المدينة بعد أسابيع من التأجيل، والتي كانت سببا أساسيا في بدء المقاومة معركة سيف القدس. هو سيف تهدد المقاومة اليوم باستلاله مجددا في وجه الاحتلال، مؤكدة جاهزيتها للرد على أي اعتداءات على القدس وأهلها. من داخل أحد أنفاق المقاومة توعد القائد في وحدة النخبة بسرايا القدس أبو البهاء بجولة قتالية جديدة. ونقول بإذن الله عز وجل إن فكر هذا العدو الصهيوني بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل سيف القدس سنكون ونبدأ من حيث انتهت المعركة بإذن الله عز وجل. مواجهات الداخل المحتل والضفة حذرت من اندلاعها دائرة القدس في منظمة التحرير الفلسطينية عقب مسيرة المستوطنين، وشددت على استمرار سلطات الاحتلال في ضرب قرارات الشرعية الدولية، كما أنها ترى إلى جانب كثيرين أن الاحتلال لم يستخلص العبرة من المواجهات الأخيرة. ناصر اللحام، الاعتداءات الإسرائيلية متواصلة إن كان في القدس إن كان في الداخل وإن كان في الضفة الغربية، هناك تحديد موعد جديد لمسيرة الإعلام يوم الثلاثاء المقبل، هل تحاول إسرائيل العودة فعلا إلى ما قبل عملية سيف الإسلام سيف القدس؟ إسرائيل لم تستفد من التجربة الماضية، إسرائيل لم تفهم المعركة، لا يزال اليمين يتشاجر مع اليمين، العدوان متواصل بكل معنى الكلمة، التمييز العنصري متواصل، مصادرة الأراضي متواصلة، بناء الاستيطان متواصل، محاصرة الأقصى متواصلة، وتهويد القدس والخليل متواصلة، الشيخ جراح سلوان نفس الأزمة وأكثر العدوان. يضاف إلى ذلك الملفات النهائية، ليس فقط تجميد المفاوضات، الأسرى، حق العودة، الحدود، المياه. أعتقد بأنه إسرائيل تحاول أن تنتقم من الفلسطينيين على أنها خسرت المعركة الأخيرة، وهذا الانتقام سيراكم غضب فوق غضب، وخصوصا أن الحاضنة الشعبية لانتفاضة جديدة تولدت واكتملت ونضجت. أعتقد بأنه ليس فقط هذا وقف إطلاق نار هش، وأنما وقف إطلاق غير ناضج أرغمت عليه إسرائيل رغم أنفها، والآن تحاول أن تصل إلى تأزيم معاناة الفلسطينيين على شكل عقوبات جماعية، هذا سينفجر في أي لحظة رانا. طيب، أذهب إلى سميحة البوغنمي مراسلة الميادين. سميحة، رئيسة تونسية حذر من إخراج قضية فلسطين من دائرة الاهتمام لدى الرأي العام العربي والدولي، تونس ما الذي تقوم به لإبقاء هذا القضية في دائرة الاهتمام؟ بالفعل رنا، الرئيس التونسي تحدث هذا الكلام خلال لقاء جمعه مع سفير فلسطين في تونس، وذكر بموقف تونس الداعم والثابت للقضية الفلسطينية، حيث أكد أن هذه القضية لن تسقط بالتقادم، وبالتالي موقف تونس هو ثابت منذ عهد الرئيس الراحل حبيب بورقيبة، ومن خلال حادثات حمام شتى التي امتزجت فيها دماء التونسيين بدماء الفلسطينيين. وربما موقف تونس الأخير الدبلوماسية التونسية كان لها موقف مهم خلال مجلس الأمن الدولي في العدوان الأخير على إسرائيل، حيث لعبت دور مهم في الضغط على إيقاف العدوان الإسرائيلي. أيضا ذلك العدوان أعاد إلى الواجهة المطالب الشعبية بضرورة تجريم التطبيع مع إسرائيل، وهذه الضغوطات الشعبية وكذلك منظمات المجتمع المدني دفعت بمجلس نواب الشعب إلى استعجال النظر في هذا القانون وهذا الثلاثاء
سيبدأ المجلس فعلا في مناقشة قانون تجريم التطبيع، حيث أجمعت كل الكتل المعارضة بضرورة المصادقة على هذا القانون حتى يتأكد موقف تونس الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتجريمها للتطبيع مع إسرائيل. أعود إليك ناصر اللحام، يعني منظمة التحرير الفلسطينية حذرت من مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لاعتداءاته في الضفة وفي القدس كذلك الأمر. سرايا القدس توعدت بما يرعب الإسرائيليين الأنفاق أو ما يسمونهم المترو. ما وقع هذا التهديد والوعيد الفلسطيني على المستوى السياسي وأيضا الميدان الإسرائيلي؟ في الحقيقة قبل نحو ساعة الكنيسة استبدلت حكومة نتنياهو بحكومة نفتالي بنت. دعيني أعيد على مسامع المشاهدين الخطوط العريضة للحكومة الإسرائيلية الجديدة بعد انزياح نتنياهو. واحد، ترسيخ دولة يهودية مرفوض من الفلسطينيين. ثانيا، القدس عاصمة إسرائيل مرفوض من الفلسطينيين. زيادة التمويل لطلاب جامعات المستوطنات في وخصوصا أريئيل مرفوض من الفلسطينيين. تثبيت ملكية الأراضي الزراعية لليهود مرفوض من الفلسطينيين. دعم حقوق المثليين وزواجهم. تشكيل لجنة خاصة لمنع سيطرة الفلسطينيين على المناطق جيم في الضفة الغربية مرفوض رفضا قاطعا من الفلسطينيين. الخطوط العريضة لحكومة اليمين القادمة هي امتداد للسياق. قد يختلفوا على الشأن الإسرائيلي، قد يختلفوا على نتنياهو على محاكماته، لكنهم لم يختلفوا على الدم الفلسطيني والحقوق الفلسطينية. جميعهم يتطاولون على الحقوق الفلسطينية. إن الظرف العالمي والعربي والإقليمي لا يسمح أبدا باستمرار حصار قطاع غزة ومعاناة ملايين الفلسطينيين هكذا فقط من باب فانتازيا الأحزاب الصهيونية. لذلك أنا أرى أنه هذا وقف أطلاق النار هو مؤقت، وبكل معنى الكلمة وقف أطلاق نار مؤقت هو استراحة محارب بين معركتين. حين تقول منظمة تحرير وفصائل المقاومة أجنحتها العسكرية بأنهم جاهزون، أعتقد أنهم يعنون ما قالوا وأنهم جاهزون، لأنهم يعرفون بأن المعركة القادمة مسألة وقت. طيب ناصر، يعيش الشارع التونسي حالة احتقان كبيرة في ظل استمرار الصراع السياسي وغياب الحلول الاقتصادية والاجتماعية. أزمات متعددة دفعت المواطن التونسي للخروج إلى الشارع احتجاجا واستنكارا للخيارات الحكومية وتنديدا بعودة سياسة القمع. فأي مستقبل يرسم لتونس؟ احتقان اجتماعي متزايد ومناخ سياسي متوتر ووضع اقتصادي وصحي متردد في ظل غياب أي مؤشرات لانفراج الأزمة، وحادثة الطفل القاصر ورجال الأمن كانت كافية لتفجر الغضب الشعبي وتعيد الاحتجاجات إلى قلب شارع الحبيب بورقيبة وإلى الأحياء الشعبية. الشعب يعيش الفقر، والفقر عمال يزيد عبر غلاء المعيشة، والشعب اليوم ما عادش باش يسكت، وهذاك علاش نشوفوا حركات احتجاجية. احنا نحبوا نقفوا لبلادنا كشباب، ما خلوناش نتكلموا، ما خلوناش نتنفسوا، خنقونا، يزي ما عادش فيها، يزي مسكتنا يزي. تزايد حدة الصراع السياسي بين أطراف النزاع وغياب الرؤى الاقتصادية والاجتماعية الحكومية يضعان تونس على صفيح ساخن. وضع يرى مراقبون أن الشارع وحده سيكون كلمة الفصل لوضع الأمور في نصابها. أعتقد أن هذا الصيف سيكون ساخن في تونس، وربما قد يؤدي إلى تطورات وتغييرات يعني في السلطة. وتعلمون أن هناك مشكل سياسي كبير وعقيم حقيقة، ما فيش حتى حل. ربما يكون هذا الشعب والشارع التونسي قادر على تغيير الوضع السياسي في تونس. جئنا لنعلن انتفاضة شعبية، تصحيح المسار الثوري من أجل قطع مع المشاريع الاستعمار، لأن المنظومة هذه منظومة فاسدة وما زالت تعتمر بأوامر الاستعمار. وفي ظل التعاطي الأمني العنيف مع التحركات الاحتجاجية، أعلنت الكتلة الديمقراطية عن صياغة عريضة لسحب الثقة من رئيس الحكومة ووزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي، على خلفية ما وصفته بالانتهاكات المتكررة في حق الشعب التونسي منذ توليه هذه الوزارة. معاكسة لتوقعات المواطن تأتي مجريات الأحداث والمواقف السياسية في تونس، ما زاد من حركة الاحتجاجات الشعبية الرافضة للوضع القائم والخيارات الحكومية،
وسياسة القمع المستجدة. سميحة البغانمي، تونس الميادين. سميحة البغنمي، مشهد الرجل العاري في وسط الشارع في منطقة سيدي حسين مؤذي بكل المقاييس، ولا يزال يتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي. بعض التونسيين اليوم يسألون من يحمينا من البوليس؟ هل هناك من تبرير لدى وزارة الداخلية؟ وهل فعلا عادت سياسة القمع الأمنية؟ في الحقيقة أن هذه الحادثة طالت طفل قاصر لم يتجاوز 15 من عمره، وأثارت استياء كبير لدى المواطنين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. وزارة الداخلية وفي محاولة منها لامتصاص هذا الغضب أكدت أنها فتحت تحقيق في هذه الحادثة وتم إيقاف رجال الأمن المورطين، وأكدت أنها تصرف فردي، ولكن هذه الحادثة ربما كانت القطرة التي أفاضت الكأس، ولا سيما أن الشارع التونسي يشهد منذ فترة غليان شعبي كبير جراء سياسات الحكومة وخياراتها الاقتصادية وتوجهها إلى رفع الدعم عن المواد الأساسية والترفيه في الأسعار في ظل أوضاع اجتماعية هشة ساهمت فيها أزمة كورونا، كذلك الوضع الصحي المتردي. وبالتالي كل هذه المعطيات دفعت إلى حالة غضب شعبي كبير، وربما تونس مقبلة على صيف ساخن سياسيا واجتماعيا. وحتى مبادرة الحوار الوطني التي يعلق عليها آمال كبيرة في تجاوز الأزمة السياسية يبدو أنها وصلت بدورها إلى طريق مسدود، لا سيما مع اشتراط قيس سعيد الذهاب إلى الحوار دون رئيس الحكومة، وبالتالي عادت تونس في أزمتها إلى المربع الأول في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة. ولكن يبدو أن الاحتجاجات الشعبية ستعود بقوة، ولا سيما في منطقة سيدي حسين التي تشهد تقريبا منذ 5 أيام حالة فر وكر مع القوات الأمنية التي عادت إلى مواجهة هذه الاحتجاجات بالقمع وباستعمال القوة وبالتعنيف. وكانت البارحة المسيرة في شارع حبيب بورقيبة التي قامت قوات الأمن بتفريقها باستعمال القوة، وربما هذا يؤشر إلى ضعف الدولة وعجزها عن تطويق المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وغياب الرؤى لتجاوز كل هذه الأزمات. موسى سرور، يعني تونس من الدول التي تعاني من أزمات اقتصادية واجتماعية، والدول السبع المجتمع اليوم تصدر خطابا إلى العالم مفاده يعني الدعوة إلى اقتصاد عالمي أكثر عدالة وتوزيع عادل أيضا للقاحات. أين كل هذه الخطابات من التطبيقات العملية على الأرض؟ بالتأكيد يعني هناك شعارات تطرح، وكما تعلم أن دول مجموعة السبع هم حراس العولمة التي هي عمادها الأساسي الليبرالية المتوحشة أو الليبرالية الجديدة التي أفقرت الكثير من الشعوب وضاقت واتسعت الفجوة بين الفقراء والأغنياء. هذه الليبرالية التي جعلت الاقتصاد في يد كبرى الشركات العالمية. كان بايدن يعني حاول بايدن خلال هذه القمة إلى يعني إلى الحد من هذا الأمر بفرض ضرائب على الشركات ما يعرف بالكوربوريشن تاكس، ولكن هذه المحاولات ضربت بضغوط من بعض اللوبيات ولا سيما هنا في لندن، يعني مدينة الأعمال في لندن وعلى رأسها يعني كان بوريس جونسون يحاول أن يعفي مدينة لندن من هذه الضرائب الكبيرة. وكذلك هناك أيضا إشارات إلى أن شركة أمازون، هناك محاولات لإعفاء شركة أمازون من هذه الضرائب، وبالتالي الأمور لا تزال على حالها فيما يتعلق بترسيخ النظام الليبرالي العالمي الذي يعني تستخدمه الولايات المتحدة الأمريكية لفرض هيمنتها الاقتصادية على العالم. أما فيما يتعلق باللقاحات، كانت هناك محاولة من بعض الزعماء والدول على أن يتم رفع البراءات الاختراع عن اللقاحات، وبالتالي يسمح للدول الفقيرة بأن يعني تصنع هذه اللقاحات وبالتالي تنتهي من الوباء. هناك رفض ألماني وبريطاني لهذا الأمر، وفقط تم التبرع بمليار جرعة إلى الدول الفقيرة. وبالتالي هناك الكثير من الشعارات، ولكن عند التطبيق العملي يعني الواقع مختلف تماما عن ما يريده حتى المنظمات والجمعيات الخيرية التي دانت واعتبرت أن مقررات قمة مجموعة السبع هي فاشلة لاعتبارات فيما يتعلق بالتغير المناخي
الاقتصادي وأيضا في موضوع توزيع عدد اللقاحات. اسمح لي أن أعود إلى سميحة بغنمي. سميحة، بالأمس كان هناك كلام أيضا للرئيس التونسي وما قال أن الأوضاع في تونس شديدة الخطورة، ولكنه لن يترك تونس تسقط وسيعمل على تطبيق الدستور حرفيا. لمن يوجه هذا الكلام بالتحديد وما الذي يريد تطبيقه من الدستور؟ بالفعل رانا هو كان يوجه كلامه أساسا إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي وتحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الأمنية باعتباره وزير الداخلية بالنيابة، وكذلك إلى من ورائه إلى حزامه السياسي ولا سيما حركة النهضة. وربما الأيام الأخيرة سجلت عديد التراشق بالكلام بين الطرفين، وهذا ما يؤكد عمق الخلافات السياسية التي وصلت إلى طريق مسدود. أيضا هو يوجه كلامه إلى المنظومة السياسية القديمة ويحملها الفشل الاقتصادي والاجتماعي، وبالتالي هو يتبرأ من هذا الفشل باعتبار أن الحكومات المتعاقبة كل حكومة ترحل الأزمات إلى أخرى دون وجود حلول عملية. أما فيما يتعلق بالدستور رنا، فإن رئيس الجمهورية في الحقيقة هو أمام خيارين، إما دعوة مجلس الأمن القومي للإعقاد بحضور الهيئات المنتخبة ورئاسة البرلمان والبحث عن توافق في الكواليس وحل سياسي، وربما أبرز أو أهم هذه الحلول تغيير رئيس الحكومة، أو ربما يكتفي بتوجيه التهديدات. وهناك من يتحدث على ذهاب إلى فصل 80 من الدستور، ولكن الذي اتهم فيه قيس سعيد بالانقلاب، ولكنه اكد ان هذا الفصل هو في الاساس مفعل باعتبار ان تونس في حاله طوارئ. وربما المشاهد في التحركات الاحتجاجيه امس، المطالب لم تعد اقتصاديه واجتماعيه فحسب، بل اصبحت مطالب بسقوط منظومه الحكم وبرحيل المشيشي وبالذهاب الى استفتاء شعبي. وربما هذه النقطه التي يتحدث عنها قيس سعيد باعتبار ان الدستور يمنحه الذهاب الى اعلان استفتاء شعبي. شكرا جزيلا لك سميحة البغنمي، وشكرا أيضا موصول لناصر اللحام وموسى سرور. فاصل نحلل بعد قضية اليوم. تعبر يوميا العشرات من صهاريج النفط من مناطق سيطرة قسد إلى مناطق مجموعات أنقرة المسلحة والنصرة رغم سنوات القتال بين الطرفين، لأن الأهم هو حرمان الدولة السورية نفطها بدفع من واشنطن. فهل فقط سوريا من ينهب نفطها؟ لقد تعرضت ليبيا ولا تزال لواحدة من أكبر السرقات بعد غزو الأطلسي. داعش نهب نفط سوريا والعراق على مدى سنوات، وإسرائيل لا تجد حرجا في إعلان أرقام سنوية عن الكميات التي تحصل عليها من نفط شمال العراق. أليس اليمن أيضا عرضة لسرقات بالجملة في جنوبه وكل مناطقه المحتلة من القوات السعودية والحليفة كمأرب مثلا؟ نبدأ مع سوريا ونعود لنوسع في التحليل. من حقول النفط في الحسكة ودير الزور تتجه يوميا هذه الشاحنات إلى مناطق سيطرة مجموعات أنقرة والنصرة في ريف حلب وأدلب، ولا تجد قصد تناقضا بأن تمد بالنفط الخام المجموعات التي قاتلتها في عفرين وطردتها منها قبل عامين. فالأوامر الأمريكية بحرمان دمشق نفطها تتقدم على كل أولويات قصد وأجندتها السياسية. غارات روسية متكررة على صهاريج النفط المهرب للنصرة. قصد وواشنطن تمولان آلة التنظيم العسكرية في مواجهة الجيش وحلفائه. النفط ورقة واشنطن وقيصر لاستنزاف الدولة السورية اقتصاديا وعسكريا. نحو 130 ألف برميل من حقول النفط السورية تبيعها قصد يوميا ضمن مناطق سيطرتها أو عبر تجار محليين باتجاه مناطق أخرى، وقسم منها يهرب باتجاه الأراضي العراقية لبيعه عبر شركات تجارية هناك، ما يوفر نحو 10 ملايين دولار يوميا تعود إلى خزينتها. ولم يعد سرا أن معبري المحمودية وسمالك غير الشرعيين يشكلان معبري قصد التجاريين لتهريب النفط إلى شمال العراق، وممرين حيويين لاستقدام الإمدادات بتواطؤ من تركيا التي تدعي العداوة مع قصد.
الخزانات في منطقة طرميش على طرفي الحدود السورية العراقية تعبر نهر دجلة إلى شمال العراق قبل بيعها لجهات متعددة هناك بأسعار زهيدة قياسا بالنفط العراقي. ويمكن وضع انتفاضات العشائر من البقارة وبعض أجنحة العقيدات في دير الزور على قصد في إطار الصراع على حقول التيم والعمر والتنك الاستراتيجية واتجاه قصد إلى تأميم الثروات النفطية لوضعها في خدمة اقتصاد الحرب وتمويل تجنيد أبناء العشائر وتحطيم سلطة من يتمرد على قياداتها. تعزز قصد بحماية واشنطن ودفع منها احتلالها لحقول النفط السوري، وتعزز واشنطن عبر قصد مفاعيل قيصر بتضييق الخناق على الشعب السوري وحرمانه من أكثر القطاعات الاقتصادية حيوية وأهمية لمواجهة الحرب وتبعات الحصار. ديما نصيف، دمشق، الميادين. محللة الميادين للشؤون السياسية والثقافية ديما نصيف. ديما، بداية، يعني خريطة السيطرة على النفط السوري كيف تبدو اليوم، وأين الشعب السوري من الاستفادة من عائدات النفط؟ يعني ما استقر عليه المشهد بعد 10 سنوات من الحرب هو أن كل الحقول النفطية التي تتواجد في الشمال والشرق السوريين هي باتت اليوم في قبضة قصد، وطبعا بحماية ورعاية أمريكية لهذه السيطرة. طبعا هذه الحقول تناوبت على السيطرة عليها المجموعات المسلحة أولا، ومن ثم النصرة، ومن ثم داعش، ومن ثم قصد طيلة سنوات الحرب. وكانت هناك يعني استغلال لهذه الحقول سواء لجهة الاستخراج الجائر للنفط أو حتى الاستخراج البدائي للنفط الذي جعل يعني حتى البيئة في تلك المناطق هي بيئة ملوثة، وهناك برك من النفط السام نتيجة هذا الاستخراج البدائي والغير يعني مدروس بالنسبة للمجموعات المسلحة. طبعا قصد يعني تستخرج النفط بطريقة ربما أفضل من غيرها، لأنه هي تستطيع أن تحصل 130 ألف برميلا يوميا من النفط تبيعه للمجموعات المسلحة التي تتبع لأنقرة أو حتى تهربه إلى تركيا أو حتى إلى العراق، وهذا يدور عليها حوالي 10 ملايين دولار أمريكي يوميا، بينما كانت المجموعات المسلحة لا يتجاوز ربحها أكثر من 10 ملايين دولار يوميا و50 ألف برميل من النفط. وبالتالي الشعب السوري منذ بداية سيطرة المجموعات المسلحة بطريقة يعني غير متجانسة على هذه الحقول لم يعد يستطيع، يعني آخر سنة استطاعت فيها الدولة السورية أن تستخرج وتستفيد من نفطها كانت في نهايات العام 2013، ومن ثم فقدت هذا المورد الذي كان يعني حوالي 380 ألف برميل يوميا، لم تعد تستفيد منه الدولة السورية، وباتت تعتمد على الخطوط الائتمانية التي تقدمها الجمهورية الإسلامية في إيران. وبالتالي منذ ذلك الحين حتى اللحظة دمشق تفقد أهم الموارد الاستراتيجية بالنسبة لها، سواء يعني لإدارة أو لدوران عجلة الاقتصاد أو حتى للتخفف من أعباء وتبعات قيصر. قيصر. موسى عاصي، محلل الميادين للشؤون الأوروبية والدولية. موسى، النفط يكاد يعتبر يعني العنوان الأبرز في الصراع في ليبيا وعلى ليبيا، أي دور للشركات الأوروبية تكشف بعد كل هذه السنوات؟ وأيضا هناك صراع فرنسي تركي، هل يرتبط بجزء منه بمسألة النفط أم لا؟ نعم، يعني يمكن الحديث في ليبيا عن مشهد مشابه لما يجري في سوريا، خصوصا خلال السنوات الممتدة بين العامين 2013 و2017، عندما قامت شركات أوروبية بالتعاون مع مجموعات إرهابية مصنفة إرهابية مسلحة في ليبيا بسرقة المشتقات النفطية التي كانت تشتريها ليبيا في تلك المرحلة وبيعها للشركات الأوروبية. هذه العملية كانت تحصل بعدما توقف تكرير النفط في الداخل الليبي، اضطرت الحكومة الليبية لشراء مشتقات نفطية جاهزة لتوزيعها على الليبيين بأسعار معقولة ومدعومة. كانت هذه المجموعات تسرق كميات كبيرة من النفط وعبر المتوسط تقوم بإيصالها إلى حاملات نفط أكبر وأضخم من الزوارق الليبية، ومن ثم يتم توزيعها في أوروبا. وكان هناك فضيحة كبيرة تحدثت عنها الميادين خلال يعني في العام الماضي. إذن هذه الفضيحة التي حصلت
تمت بالشراكة بين شركات أوروبية ومعروفة، وهناك محاكمة جرت في إيطاليا لبعض الشركات ولبعض الفرق القبطان أو الفريق الذي كان يعني يدير عملية نقل النفط، وبين المجموعات المسلحة الإرهابية المصنفة إرهابية على المستوى الدولي. بالنسبة للعلاقة يعني بين فرنسا أو النزاع بين فرنسا وتركيا على النفط الليبي، نحن اليوم أمام مشهد جديد. صحيح أن النفط الليبي تاريخيا كان يذهب إلى الاتحاد الأوروبي، إلى فرنسا، إلى إيطاليا وإلى الدول الأخرى، ولكن اليوم بعد تشكيل الحكومة، حكومة الوحدة الوطنية، عادت هذه الحكومة لتفتح أبواب النفط أمام إيطاليا تحديدا وأوروبا بشكل عام، علما أن هناك اتفاقيات وقعتها حكومة السراج مع ليبيا خلال الفترة الماضية. هذه الاتفاقيات حتى الآن لم نعلم ما هي مصيرها، لم يتم الحديث عنها، علما أن الحكومة الحالية، حكومة الوحدة الوطنية، وزعت المكاسب النفط لأوروبا، وهناك عقود مع شركات تركية لسكك حديد ولبناء مفاعل كهربائية وغير ذلك في ليبيا. طيب نزار عبود، محلل ميدان شؤون أمريكا والأمم المتحدة. نزار، واشنطن في الآونة الأخيرة، في الأيام الأخيرة، ألغت ترخيصا ممنوحا لشركة أمريكية تعمل وتستثمر النفط في شرق سوريا، وفي موقف لبايدن قال فيه بأن استخدام الجيش الأمريكي لتسهيل إنتاج النفط السوري غير مناسب. عمليا هذه الإدارة كيف تنظر وتتصرف تجاه ثروات سوريا النفطية؟ تحية لك رنا والجميع. لا شك طبعا أن إدارة بايدن حاولت أن تزيل اللطخة التي وصمت فيها الإدارات السابقة، لا سيما إدارة ترامب، بأن النفط هو غاية ويجب وغنيمة يجب الحصول عليها سواء في العراق أو في غير العراق. أيضا إذا كانت الحكومة الأمريكية ستلتزم بحماية شركات مغتصبة للنفط، وتعلم أن أمام القانون الدولي، إذا كانت هي تريد إعادة قانون الدولي إلى نصابه واحترامه مجددا، والظهور بمظهر الدولة المسؤولة أمام الرأي العام العالمي والتي تدافع عن الحقوق، فإنها أمام هي تريد إزالة الإحراج بأن هذه الشركات ليست تحت رعايتها، إنما تعمل هي بطريقة لا حكومية غير رسمية، وبالتالي الجيش الأمريكي عندما يقرر الانسحاب، إذا قرر الانسحاب مستقبلا، سيكون في حل من أمره، لأنه ليس كما لأنه يعرف يدرك بايدن يدرك وغيره أن القوة الروسية والقوة الإيرانية والقوة السورية وكل القوى المقاومة على الأرض هي أقوى بكثير من الجيش الأمريكي، وليس له قبل بأن يستطيع الدفاع عنها. لذلك من الأفضل أن يتنصل من هذا الواجب. طبعا في المقابل هو يترك المجال للعملاء وللأعوان لكي يستفيدوا من ذلك قدر الإمكان حتى يخفف تكلفة الاحتلال عليه، وهذا طبعا هذا ما يحصل فعليا. نراه في المحاصر، نراه في المياه، ونراه وهو يضايق بقدر الإمكان ويخرب قدر الإمكان لكي يمنع الحكومة السورية من أن تستفيد من مقدراتها. أعود إليك ديما نصيف، وانطلاقا مما قال نزار عبود، ماذا عن تركيا؟ يعني كان هناك سرقة للنفط السوري في السنوات السابقة، اليوم هل تستفيد من هذا النفط؟ ولا أتحدث فقط عن الجماعات المسلحة وقسد. يعني البداية كانت منذ العام 2014 عندما أقر الاتحاد الأوروبي السماح لما كان يسمى حينها بالحكومة المؤقتة التي كان يرأسها أحمد الطعمي بأن يباع النفط السوري مقابل أن تمول هذه الحكومة، وهي يعني تابعة طبعا للمعارضة السورية، أن تمول نفسها. لكن طبعا ولا برميل نفط استطاعت هذه الحكومة وهذه المجموعة من استخراجها، ومن استفاد من هذا القرار هو المجموعات المسلحة التي كانت تستخرج النفط بالطرق البدائية وبتخريب المنشآت النفطية التي كانت يعني موجودة هناك، وأغلبها هي استثمارات لشركات أمريكية أو حتى فرنسية، وكانت تنقل من دير الزور إلى الرقة ومنها إلى البوابات التركية، حيث يتم بيعها لشركات تركية تهربها أو تبيعها بالمقابل لإسرائيل بالدرجة الأولى، لكردستان العراق، لغيرها من المناطق، ريثما وصلت قصد للسيطرة على هذه الحقول النفطية، ومن ثم هي تولت هذه العملية التهريب ونهب النفط السوري وتهريبه إلى المناطق المجاورة أو حتى لإسرائيل. وشهدنا كيف أن هناك كان إعطاء لمنح عفوا ترخيص
تحديث حصري لرجل أعمال إسرائيلي موتي كهانا باستخراج النفط من قبل ما يسمى بمجلس سوريا الديمقراطية، أو حتى يعني الشركة التي تحدثت عنها دلتا كريسنت إنرجي، وهي كانت فقط لديها استثناء من العقوبات الأمريكية وليس استثناء يعني آخر، ولكن اليوم بايدن يبدو بأنه لا يريد هذا الوجود المكلف بالنسبة للقوات الأمريكية بأن تبقى فقط لحماية المنشآت النفطية. لذلك حتى تركيا في هذه المعادلة، ورغم الخصومة مع قصد ومع القوات الكردية، إلا أنها تستفيد وبشكل كبير جدا من النفط السوري، أولا لأنه أرخص بكثير، ولأنه متوفر، ولأنها تستطيع أن تستغل كل من يريد بيعه على اعتبار أنها ليست جهات رسمية وليس هناك من تعاقدات رسمية، وبالتالي استطاعت أن تحصل على كميات كبيرة من هذا النفط. حتى هناك من يقول بأن الشاحنات التركية كانت تدخل حتى حقول النفط في الشرق والشمال السوريين يعني تخرج بالنفط إلى الأراضي التركية ومن ميناء جيهان إلى إسرائيل وإلى غيرها من المناطق. أذهب إليك موسى عاصي. من النفط السوري إلى ليبيا، سأسألك عن اليمن. هل هناك من رابط بين النفط اليمني وحرب التحالف السعودي على هذا البلد؟ بالتأكيد، يعني الأطماع السعودية في نفط اليمن ليست جديدة، هي قديمة جدا تعود لعقود طويلة، علما أن ثروة اليمن المقدرة حتى الآن، يعني الاكتشافات الموجودة في اليمن حتى الآن لا تتجاوز 1.5% من مخزون السعودية الهائل من النفط، ومع ذلك تريد السعودية وضع اليد على هذه الكميات الصغيرة من النفط. بعد دخول أو بعد بداية الحرب السعودية على اليمن، اتضحت الصورة بشكل واضح وكيفية توزيع الأهداف بين الإمارات العربية المتحدة والسعودية في اليمن والأطماع بالثروات النفطية اليمنية. الإمارات تحاول السيطرة أو سيطرت إلى حد ما على بعض المرافق في البحر اليمني أو السواحل اليمنية، بالإضافة إلى تواجد في الجنوب اليمني وأيضا في المحافظات الوسطى حيث يوجد ثروات نفطية كمأرب وشبوة وغير ذلك. والسعودية إذا نظرنا إلى الخارطة التي بدأت تتضح اعتبارا من العام 2017، نجد أن السعودية ركزت الاهتمام بشكل كبير على التواجد في المهرة، في محافظة المهرة وفي محافظة حضرموت الشرقيتين، وهناك كميات كبيرة من النفط. إضافة إلى السيطرة على النفط أو محاولة السيطرة على النفط اليمني، السعودية تحاول أن يكون لديها خط نقل للنفط السعودي من السعودية عبر الأراضي اليمنية، عبر حضرموت المهرة ومن ثم وصولا إلى الساحل، وهذا ما تحاول يعني في حال تعذر مرور القوافل النفطية عبر مضيق هرمز، تحاول السعودية الحصول على ممر آخر أمن لنفطها. المفاوضات التي تجري خلف الأبواب بالنسبة للحل السياسي في اليمن أو الحل النهائي في اليمن، هناك دائما حصة للنفط وثروات النفطية، والتواجد السعودي في اليمن وربما واحد من التعقيدات التي تمنع الوصول إلى الحلول السلمية في اليمن هو إصرار السعودية على السيطرة على منابع النفط وعلى الممرات النفطية في اليمن. أذهب إليك نزار عبود. بالأمس أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات النفط العراقية لواشنطن بلغت بمعدل 173 ألف برميل يوميا، متجاوزة السعودية خلال الأسبوع الماضي. نفط المنطقة أي أهمية يشكل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية اليوم؟ الحقيقة 173 ألف برميل يوميا من العراق هي كمية ضئيلة بالمقاييس العالمية، خاصة أن الولايات المتحدة لديها إنتاج يتجاوز 10 ملايين برميل يوميا. طبعا هذه الكميات التي تخرج من العراق تبقى ضئيلة. الولايات المتحدة ربما هذا له علاقة بالترتيبات، الشركات الأمريكية أخذت الامتيازات من العراق بعد أن كانت منحت في عهد الرئيس السابق صدام حسين، منحت لشركات روسية مثل روز نفط وغيرها. لكن يبدو أن هذه الكميات طبعا بالنسبة للسعودية، السعودية تصدر معظم نفطها إلى آسيا، لم تعد تصدر الولايات المتحدة كثيرا. هذا ليس له علاقة كبيرة بالمسألة الاستراتيجية حول أهمية النفط. النفط الحالي الولايات المتحدة حتى لديها فائض في الإنتاج، خاصة بعد الركود الذي حصل وكورونا والإغلاق الذي حصل. بالتالي أعتقد أن هذه له علاقة فقط بالشركات الأمريكية الداخلية
وليس أكثر. طيب في دقيقة، لم يعد لدينا الوقت الكافي، في دقيقة ديما نصيف، أي خطط لسوريا لاستعادة يعني ثرواتها النفطية تحديدا في الشرق السوري؟ يعني دائما يكون هناك حديث من دمشق بأنه يجب استعادة كل الأراضي المحتلة وخاصة الأراضي الشرق، لأنه يعني هي الخزان الأساسي للموارد الاستراتيجية وللزراعات الاستراتيجية. بكل الأحوال ربما علينا أن ننتظر قمة بوتين بايدن، يعني بدون شك سيكون الملف السوري هو واحد من الملفات الأساسية الحاضر في هذه القمة، وخاصة يعني بما يتعلق بالشرق السوري والنفط السوري، وهذه المؤشرات يعني لجهة إلغاء يعني الاستثناء الممنوح لشركة أمريكية، أو حتى يعني تقليل عدد القوات الأمريكية المتواجدة في الشرق، هناك من يراها ربما محاولة يعني للتقدم خطوة إلى الأمام أمريكيا باتجاه موسكو. ربما يكون هناك تفاهم، لا نستطيع أن نتفائل يعني بشكل زايد عن اللزوم، ولكن يعني ربما يكون هذا واحد من العناوين التي يتم التفاهم عليها، أو على الأقل المقايضة والتسوية بين الطرفين حولها مقابل ملفات أخرى في المنطقة أو ستكون في هذه القمة. شكرا جزيلا لك ديما نصيف، وشكرا أيضا موصول لموسى عاصي، وأيضا للزميل نزار عبود، وشكرا الأكبر لكم مشاهدينا، إلى اللقاء.